السلام خوتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. معكم زيروس في فيديو جديد اليوم. ان شاء الله في فيديو تساؤلات رقم 2 حاولت نز اكثر الاسئله اللي تكرروا عليا واللي شفت بلي فيهم افاده كبيره وراح تفيدكم بزاف. خلاص ان شاء الله من هذو الاسئله حاولت نهزل لكم التاك والله البي سي بي صفه عامه، وهزيت لكم الاسئله تاع الاكسبرس اللي تكرروا عليا بزاف وبطاقات الدفع وبزاف من الاسئله. ان شاء الله راه يفيدوكم كامل. وقبل ما نبداو الفيديو تاعنا ليكيب، ما تنساوش تشتركوا في القناه اللي مش مشترك وجديد معنا، حطوا لنا لايك باش ينتشر هذا الفيديو ان شاء الله، لانه اللي لايك يروجوا بزاف الفيديو. يعني كل ما دير كل ما يزيد يقترحوا اليوتيوب باش يشوفوا اشخاص اخرين. فقبل ما نبداو الفيديو تاعنا ننتقلوا الى سبونسر حلقه اليوم. اذا كنت تريد شراء منتجات من الانترنت ولا تملك بطاقه دفع الكتروني او لا تملك الخبره الكافيه للشراء وتريد ان تحصل على منتجات باسعار ممتازه جدا وحصريا، مرحبا بك في صفحه نور الدين ديزاد لشراء من الانترنت. نقوم بطلب المنتجات لكم ببطاقتنا الخاصه وتسدد لنا سي سي بي او عبر البريد المحلي، ونحن نقوم بتوفير جميع المنتجات التي تحتاجها وتصلك الى البريد الخاص بك من توصيل حوالي 25 إلى 30 يوم، وكل هذه الأشياء نقوم بطلبها من علي إكسبرس. مرحبا بكم، ثقة وأمان إن شاء الله. والآن كي براهم بدأوا في فيديو تاعنا، راه نحاول يعني نميكسي شوية بين الأسئلة خاصة تاع علي إكسبرس وتاع الهاردوير. تبعوا الفيديو حتى الآخر إن شاء الله باش تستفادوا من كل نقطة في هذا الفيديو، على بالي بلي راح تفيدكم كامل. إذا أول سؤال معنا اللي كيبو هو من عند الأخ باسيم احمد، قال لي وش هو افضل بطاقه دفع الكتروني من الاخر، من فضلك جاوبني. كاين سؤال ثاني نفس تقريبا نفس الصيغه من عند الاخ نورهان ولا الاخت نورهان، قلت لي خويا بواش تنصحني نشري من الموقع تاع علي اكسبرس؟ يعني كامل راكم تحوسوا على بطاقه دفع الكتروني اللي راح تساعدكم تشريو من المواقع وتسدوا كل شتاكم في الانترنت. انا في لاشين تاعي يعني راني مداير لكم تقريبا زوج، ايه مداير لكم زوج فيديوهات على البطاقات، مداير على بطاقه بيبل ومداير على بطاقه تاع وايز. انا شخصيا راني نستخدم البطاقه تاع وايز كبطاقه اساسيه، يعني نشري بها من الانترنت ونخلص بها يعني المستحقات تاعي في الانترنت، وننصحكم بها بزاف خلاص. ولكن العيب تاعها الوحيد لكن ما على بالكمش واللي هي ولات ما توصلش الجزائر، يعني كي تشريها تخدم بها كشغل بطاقه افتراضيه او البطاقه يعني رانا نعطيكم نمبر 1 واللي هي الوايز، لانه رخيص الثمن تكلفه حميش غاليه بزاف ومنه. وكاين البطاقه الثانيه اللي راح نزيد ننصحكم بها واللي هي البايسيرا. البايسيرا راكم على بالكم السعر تحبش تطلبها حوالي 52 دولار، وهي كذلك يعني راح تستخدمها كبطاقه افتراضيه ما راح توصلك مع حتى حاجه. هذا النوع من الاسئله راني نتلاقاه بزاف خلاص. 50% من الاسئله اللي وصلوني في الانستغرام يقولوا لي واش هي افضل بطاقه دفع الكتروني تنصحنا بها. راني قلت لكم كاين زوج بطاقات اللي هما الاولى وايز والدوزيام بايسيرا، واذا كان يعني كاين البطاقه تاع بيبل هذيك وماي فين، وكاين بزاف هذوك تاعك شغل اللي يعطيك كونت ما يعطيك لا بطاقه لا حتى حاجه، ولكن هذوك جدد ما عندهمش تاريخ كبير في هذه تاع الدفع الالكتروني. لكن حابين نزيدو تحوسوا يعني كش ما تلقاو بطاقه ثالثه معليش، ولكن يعني على حساب الخبره تاعي المتواضعه راني على بالي بلي كاينين زوج بطاقات هذو هما الافضل لهنا في الجزائر اللي كي ديرها ما راح تلقى معاهم حتى مشكل. عندنا ثاني سؤال من عند الاخ او دي وارد، قال لي كيف نسقسيك برك كيفاش نقدر نسدد قصدي نعمر الواليت هذيك، هذيك يعني بطاقة تاع بيبل، يعني هذه تقريبا ثالث بطاقة اللي نقدر ننصحكم بها. فيها العيب هذا يعني تاع كي تجي تشحن فيها لازم تشحن بالتطبيق تاع باينانس، راني نجاوبك عليه دركا. حوس على منصة باينانس اللي هي تاع تداول، لازم تشحن فيها اي اس دي تي وتشحن في هذه البطاقة من خلال باينانس، تشحن في هذه البطاقة أول تجربة لك مع البطاقة تاع الدفع الإلكتروني ومع الشراء من الإنترنت، قدر توجه لهذه البطاقة ماهيش احترافية يعني سامبل، راح تو فيها رصيد راح تشري بها عادي ما فيهاش تكسر الراس بزاف. ولكن هذه الطريقة تاع التعمار يعني شغل راح تدي منك شوية الوقت، ماهيش كيما البطاقة تاع بايسيرا ولا الآخرين، يعني راح تكونتاكتي واحد عنده رصيد يبعث لك ديريكت، هذه يعني راح تروح تشري اي اس دي تي وتعاود تبعثه يعني وتخلص الاي اس دي تي بزاف يعني حكايات. ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر ننصحكم بها اللي هي تاع باينانس. الأخ عبد الوهاب قال لي تقدر تدير بها حملة إعلانية، يعني بطاقة دفع إلكتروني سواء ما كان ليكيب أي بطاقة دفع إلكتروني راك تقدر تشري بها من الإنترنت بصفة عامة، إلا إذا كان بعض من الشروط تاعها ما تقدرش تشري من موقع معين، مثلا كيما البطاقة تاع بايسيرا ووايز أنا نعرفهم بلي ما تقدرش تشري بهم العملات هذوك البيتكوين والإيثيريوم والآخر، ما تقدرش تشري بهم لأنه التداول ما يدعموهش. من غير هذا وتقريبا هذا الفيسبوك، فيسبوك ادز هذاك، انستغرام ادز، يعني تقدر تسلك فيهم عادي، تقدر تشري بهم الانترنت، تقدر دير بهم تشري بهم نتفليكس، تقدر تشري بهم لي كونت، تقدر تشري بهم الالعاب، راني سملتهم كامل، يعني تشري ما تخافش خلاص، يعني تلوح البطاقه تاعك في الموقع خاصه كي يكون موقع موثوق، يعني تلوح البطاقه تاعك تماركي المعلومات تاعك الشخصيه تشري بها عادي تسدد تعاود تجبد البطاقه تاعك شغل راك الاحتفال الصراف الي شريت وجبت البطاقه تاعك عادي. السؤال الرابع ولا الخامس ما شفيتش اللي هو من عند الاخ مادو سيتي، قال لي لو كان نشري من الانترنت ويسرقوا لي الطرد تاعي والله ما يوصلنيش خلاص، والله يوصلني طرد فارغ واش ندير؟ يعني راحوا دراهمي.
كيف هذا السؤال بالك من عند الاخ بعد يعني سقساني عليه من قبل وجاوبته، لكن يعني بالك الطريقه اللي جاوبته بها ما كانتش سهله لذلك ما فهموش. كي تجي تشري من علي اكسبريس والله تقريبا المواقع العالميه كامل يعني تاع الشراء من الانترنت عندك ضمان، كي تشري اي منتج كي تخلصوا يعني كي تفوت تلوح فيه البطاقه تاعك تلوح في المعلومات تاعك الشخصيه وتخلصوا راهو عندك ضمان قريبا 50-75 يوم. هذا الضمان يسميوه حمايه المستخدم، يعني كي تجي تشري لو كان ما يوصلكش الكواليتي تاعك ولا يوصلك فاسد والله ما على باليش يصرى لك اي مشكل يرجعوا لك دراهمك، غير الا كان درت انت مشاكل درك نزيد نحدد لكم عليه. اذا كان كنت انت هو السبب في هذاك المشكل قادر يعني ما يرجعوا لكش دراهمك، ولكن اذا كان المشكل من عندهم هما يا اما المنتج ما وصلش يا اما وصل مكسر يا اما فيه مشكل راح يرجعوا لك دراهمك. وحكايه هذيك يسرقوا لك الكولي راهي داخله تقريبا فيها ما يوصلش الكولي، كي دير فتح نزاع راه يعاودوا يرجعوا لك الدراهم تاعك. الكولي يحوسوا عليه يعني انهم تتبعوا تاعهم يحوسوا على الكولي وين هو يجبدوه يعاودوا يرجعوا لك الدراهم تاعك، يعني غير ما تخافش. كاين الاسباب اللي قادر كي ديرهم نتايا ما تضمنش في دراهمك بلي راه يعاودوا يرجعوا لك، واللي هما مثلا نتايا تخلي تفوت هذيك الفتره تاع حمايه المستخدم. مثلا انت تشري منتج ما تسقسيش عليه خلاص تفوت 75 يوم ولا قداهم بعدا باش تروح تسقسي يا المنتج تاعي ما وصلنيش، الوقت هذاك حتى ودير فتح نزاع ماهمش راه يرجعوا لك الدراهم تاعك لانه فات المده المعينه، والله لو كان درت العنوان خاطئ والله غلطت في الاسم واللقب والله واحد من الاخطاء يعني اللي قدر تسبب فيهم انت لهنا ما تضمنش بلي المنتج تاعك راهو يلحقك. الحاجه اللي لازم تتاكد منها بزاف خلاص واللي هي العنوان والاسم واللقب والمعلومات بصفه عامه لازم تدخلهم صحاح باش تاكد بلي المنتج تاعك راهو يوصلك بدون اي مشكل. تقريبا نفس صيغه السؤال من عند هذا الاخ ياسير قال لي انا راح نشتري كارت صيني من نفس الموقع ما راحش ينصبوا عليا صح؟ داخله فيها تقريبا شرح تاع السؤال اللي قلت لكم دركا، حتى يوصلك المنتج تاعك تالف والله ما يوصلكش فيك والله يوصلك اي حاجه عندك الحق باش تفتح نزاع وتعاود ترجع المنتج هذا لالي اكسبريس ويرجعوا لك دراهمك، والله تدي نسبه مئويه يعني اذا كان المنتج فيه عيب طفيفك يعاودوا يرجعوا لك نسبه مئويه من الدراهم تاعك. المهم اللي كيف هذو المشاكل هذو كامل يرجعوا لتقييم المنتج، كي تجي تشري اي حاجه وخاصه من الي اكسبريس شوف التقييم تاع المنتج، إذا كان لقيت الناس كامل عجبهم هذا المنتج اشريه وما تخافش خلاص، يعني تقريبا نقدر نقول لك 99% المنتج راح يوصلك ما فيه حتى مشكل، ولكن لقيت التقييمات تاع المنتج تحت 4.5 اعرف باللي راه فيه الريسك حتى وتشريه قادر تلقاه ما فيه حتى مشكل، ولكن يعني تبقى شويه ديك الاحتماليه تاع بلي راه يوصلك فيه مشكل. والان راه ننتقلوا الجزء الثاني من الاسئله اللي هما تاع الهاردوير والتك بصفه عامه، وهذا هو الجزء اللي نشتيه انا. السؤال اللي هو عطاه لي هذا الاخ قال لي وش هو عنق الزجاجه، ما فهمش هو وش هي كلمه عنق الزجاجه واللي هي بوتنك، شرح مبسط خلاص يعني باش تعرفوه، واللي هو البروسيسور مش قادر يكفي الاحتياجات تاع الكارد جرافيك. كاين بزاف ناس يركزوا على مثلا الكارت شاشه يجيب كارت شاشه قوي خلاص ويجيب بروسيسور ضعيف ماهوش راح يقدر يمشي لهذيك الكارد جرافيك باكبر بكامل القوه تاعها. هذا اللي راح يخليك لازم تجيب بروسيسور مليح يعني باش تقدر تمشي كارت شاشه تاعك هذيك بكامل القوه تاعها. وانتقلوا لهذا السؤال من عند الاخ اشرف داودي قال لي اعطيني افضل كيبورد بسعر حوالي 600 حتى 700 الف واللي هي حوالي 3 ما على باليش جوي 25 دولار حتى 30 دولار. وكاين سؤال اخر تقريبا يجاوب عليه واللي هو من عند الاخ شمس قال لي ننصحك بكلافي مليح بزاف من هما من عند هافي تيديروا حوالي 600 حتى 700 دولار تقريبا راهو جاوبوا. انا يعني اللي كلافي ما نعرف لهمش بزاف ورانا نعطيك من وجهه النظر تاعي انا من عند الكلافي، وشاركوني في التعليقات على هذه النقطه لانه انا الكلافي ما نعتبرهاش حاجه مهمه بزاف في البي سي وخاصه مقارنه بالاشياء الاخرى مثلا كيما الماوس. الماوس راه تحسن اللعب تاعك بزاف خلاص وراح نعطيك تجربه يعني ممتازه مقارنه مع مثلا الكلافي راهي كاين فيها غير قفل راك راح تبقى تلط. كاين صح يقولوا لي مثلا كاين ديلاي ولكن انا نستخدم كلافي سامبل ما لقيت فيها حتى مشكل. كاين يعني لي كلافي هذوك الجدد مثلا ميكانيك كي تستخدم اكثر من 5 ولا 6 قفل في نفس الوقت يخدموا كامل، ولكن لي كلافي سامبل مثلا تخدم غير بثلاث قفل مع بعضهم برك وتحبس، يعني لو كانت تلوض القفله الرابعه ماهيش راح تمشي ولا راح تلاقي. هذا هو الفرق الوحيد تقريبا بين الميكانيك والكلافي العادي. انا يا شخصيا يعني راني قلت لك نحب نستثمر في حاجه اللي راح تعطي لي مردود، مثلا كيما الماوس راح تعطيك الايم تاعك يولي يتبدل خلاص كي تكون عندك ماوس مليحه، وكي يكون عندك كاسك ثاني مليح كي تجيب كاسك مليح يعني راح ترتاح راح يكون عندك صوت مليح صوت محيطي
تقدر تستثمر في هذا كامل. اذا كان يعني انت عندك كلش هاي اند وشاري كامل هذا غاليين ومنه نزيدو ننتقلوا للبي سي، طور في البي سي تاعك ثاني راح يعطيك اداء بانت لي في وجهه نظر تاعي، بانت لي راح يعطيك اداء على كيبورد. ويعني كي تخلص من هذا كامل نزيد تجيب كيبورد مليحه، ولكن يعني مثلا انت عندك حوايج ناقصين تروح تشري كيبورد غاليه وانت الحوايج تاعك كامل الاخرين مش بلاك، يعني لازم تستثمر يعني تعرف بواش تبدا ومن بعد تكمل. خلاص انا قلت لكم تروح الكيبورد الوقت هذاك. لذلك الاخ اللي قال لي كاينين هذو تاع 600 و700 انا راني معاك يعني ملاح، يعني قدموا لك مواصفات مليحه مقارنه مع السعر تاعهم، ولكن انا شخصيا مازال عندي بزاف حوايج قادر اطورهم ومن بعد باش نوصل للكلافي ان شاء الله. والان راح نوصلوا لاخر سؤال من عند الاخ جواد. جواد قال لي اخي كيفاش نطلع لعاب مكراكين بلا ريسك تاع لي فيروس؟ اللي كيف على بالكم باللي الالعاب كيكونوا بالدراهم تقدر تجيبهم مكراكين مجانا ولكن ما فيهمش طور اونلاين، وكاين خطوره يعني كي تيليشارجي العاب مكركين من مصادر غير معروفه رايح تدخلوا لك لي فيروس البي سي تاعك. نعطيك مثال عليا انا عندها قبل اسبوع كذاك كنت تيليشارجي في الافلام من هذاك الموقع ما نذكرش اسمه خلاص، اللي تيليشارجي افلام مكركه دخل لي معاه لي فيروس البي سي تاعي، استر ربي لي ما تحرقش. يعني كي بقت انا البي سي تاعي وكنت بعيد عليه البي سي ولا يخدم بكامل الطاقه تاعه والحراره تاعه طلعت خلاص المراوح ولاو يعيطوا المزيه اللي سمعته يعيط، جيت طفيته وعاود لقيت فيه حوالي 14 فيروس كاك دخلوا من هذاك الموقع، وكان يعني استر ربي لي البي سي تاعي ما تحرقش. يعني كنت راه ندير لكم عليها فيديو ولكن قلت لا يعني ما عندها حتى معنى. حاولوا برك تحسنوا ارواحكم من لي فيروس هذو يعني من خلال انتي فيروس مليح، هذا اللي راكم تشوفوا فيه لهنا افضل انتي فيروس شفته انا. دير اناليز يدير لك سكان البي سي تاعك كامل وكان يلقى فيه لي فيروس راه يسيبريميهم تلقائيا، وكل ما تبقت البي سي تاعك كل ما تشغله يجي ديريكت يدير فحص البي سي، يعني لو كان يلقى فيه اي مشكل والله راح يسكاني لك. يعني افضل تطبيق تقدر ديره في البي سي تاعك هذا هو. نروحوا الجواب تاع السؤال تاعك هذا واللي هو هذا الموقع راني خليك اسمه لهنا، تقدر تيليشارجي منه ولكن يعني بنسبه خطوره اقل، وفيه يعني فيه الريسك مانيش راح نقول لك بلي الالعاب مكركه ما فيهمش ريسك، خلاص فيه شويه الريسك ولكن كي يكون عندك انتي فيروس مليح ما تخافش يعني تقريبا راك في السليم. اذا والان ليكيب ان شاء الله نكون وصلنا لنهايه الفيديو، الا كان استفدت معنا ولو بمعلومه واحده خلي لايك ان شاء الله لتحت باش تزيد تكبر القناه تاعنا وينتشر الفيديو وتعم الفائده ان شاء الله. ولا كان ماكش مشترك معنا قيس اشتراك لتحت وشعل زر الاشعارات باش يوصلك كل فيديوهات قادمه ان شاء الله. وفي رمضان هذا راهم كاينين فيديوهات قوه راح يجيو، واعطيو لنا اي حاجه واي سؤال ما فهمتوش ولا اي حاجه في التعليقات نحاول نجاوب عليكم كامل ان شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم والسلام عليكم. Peace.